أهلا بكم مشاهدنا الكرام في هذه المحطة السياسية الجديدة. مشاهدنا الكرام، لأول مرة منذ قرن من الزمن مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس له. كيفن مكارثي الجمهوري حاول بشدة أن ينال رضا أعضاء حزبه، ولكن 20 من نواب الحزب الجمهوري رفضوا كيفن بشدة رغم دعم ترامب له وهو الذي معه خلافات كثيرة. هؤلاء 20 رفضوا أيضا كيفن مكارثي للمرة السادسة. يفشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له. حول هذا الموضوع وتداعيات هذا الأمر وكيف يمكن لأمريكا أن تدير الأزمات العالمية وهي لا تستطيع إدارة بعض الأزمات الداخلية، فإلى حلقة جديدة مشاهدنا الكرام من محطة سياسية، أهلا وسهلا بكم.